السلام عليكم الاخوان، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ هانيين صح لاباس. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. اليوم جبنا لكم واحد الفيديو ديال النساء ينافسن الرجال في مجال ديال البناء. شوفوا معنا الاخوان، هاد السيده هادي غادي تخلط العجنه، ما جابت هاد البرويطه هادي وكتعمر الرمله بالبهله. شوفوا الطريقة، يعني المهن اللي كنا كنشوفوا فيها غير الرجال أصبحنا كنشوفوا فيها حتى النساء يعملن في هذه الأعمال الشاقة، الأعمال في مجال ديال البناء من طبيعة الحال. شوفوا معنا، حنا في المغرب كنخلطوا العجنة في الأرض، ولكن هادو كيخلطوا في سميتو بحال هاد اللعيبه هادي، كنقولوا ليها حنا الكرماطه، ولكن هما كيلصقوها في هذيك اللعيبه كتكون بحال البرويطه، يعني كيخلطوا العجنه في البرويطه. شوفوا معايا الطريقه باش تخلط. كدير السيمه وكتحاول تجبد الرمله من التحت وتعاود تخلط. المهم كتحاول دير كما قلت لكم، دير ما امكن باش تخلط هاد العجنه، تكون يعني عجنه كما كنقولوا مخلطه ومتناسقه فيما بينها. اخوان شوفوا معايا طريقه باش تخلط العجنه، طريقه اللي هي شنقول لكم، ما عرفتش الطريقه واش الطريقه صحيحه او لا. المهم الاخوان، دائما كنخلي لكم باش تكتبوا الراي ديالكم في التعليقات وتقولوا لنا ما رايكم في مثل هاد الفيديوهات، يعني اللي كنجيبوا لكم هاد الشيء. ما كاينش في المغرب، يعني المغربيات مازال ما كيخدموش في البني، يعني قليل وقليل بزاف بزاف بزاف، ولكن في الدول الاخرى كاينين نساء تيخدموا في هذا المجال ديال البناء. الغريب في الامر الاخوان هو ان حنا ملي كنبغيو نصوبوا شي حاجه ديال البغلي وداك الشيء، وانت كتخلط بحال ما هكا كيطيح فيك البغلي ويطيح فيك وتوسخ. هي موسخه ما تحاش، شوفوا خدامه نقيه وهي هذيك اليز لا فاليز، يعني داك الشيء كيبان ليا والله اعلم واش حيت خدامه بشويه ولا ما عرفت. المهم كيبان لي في الفيديو هذا خلال البغري هادي، ما عرفتش باغا دير واش باغا تبني لياجور ولا باغا تخلط غير البغري وكاكل، ما عرفت. المهم الاخوان كتستعمل هاد، كنقولوا ليه حنا العتلة، كتستعملها في التخلاط ديال هاد البغري هذا بشويه، يعني دقه دقه، يعني ما زربناش. بغات تبني واقيلا لياجور. دائما الاخوان فضلا وليس امرا، مرجو منكم البارتاج على نطاق واسع لهذا الفيديو هذا، وخليو لنا التعليقات ديالكم والراي ديالكم كما قلت لكم في هاد الاخت اللي كتخدم في هذا المجال هذا. وانتم دابا غتمشي تهز الياجور، شوفوا معايا كتهز 4 الياجورات وكتحطهم هنايا حدا هاد الحيط. اذا بغات تبني شي بالديه، بغات دير تبني في داك الحيط، ها هي كتحرك كتهز الياجور، مكينها حول الياجور من مكان الى اخر، تقرب واحد الحيط باش تبدا عملية البناء. من بعد ما حطت الياجور كامل حدا الحيط، غادي تمشي تجيب ما يسمى بالبغلي، او يعني ديك الرمله اللي خلطتها مع السيما، هتجيبها باش تبدا عمليه البناء. شوفوا الاخوان، العمل بدون تعب ولا كلل ولا ملل، يا جور كتحط بواحد الطريقه اللي هي طريقه مزيانه. من بعد تحول جيب واحد الكرماطه صغيره تحطها حدا داك الحيط، غتشللها هو الأول بالماء، ثم غتحط تحت داك الحيط باش
دير فيها البغلي، فهمتي؟ حطيتها باغا تمشي تعمر العجنة كما تيقولو. شوفوا الاخوان، عوض ما تعمر ما تعمر بالبهارات، كتخشي السطل هكاك وتعمر فيه البغلي وتديه باش تخويه تما. شوفوا معايا انت، هيا غتخويها في ديك بحال الكرماطه ديال البلاستيك. من بعد الثانيه غتمشي تعمر واحد اخر. بغينا نشوفوا الطريقه باش كتبني بعد ما خوات البغلي كامل في هذيك الكرماطه عمراتها. دابا غدوز من طريقه البناء، مازال راجعه باش تزيد البغلي، يعني بقى تمر هذاك ديك الكرماطه هي الاولى، عاد دوز للبناء. تحياتنا لكم الاخوان.